لما نزلت القاهرة قادما من البلد كان عندي لستة حاجات تتعمل، كان من بينها اني اقابل اللي غنى شبابيك واللي كتب شبابيك. لانها كانت بالنسبة لي الغنوة اللي غيرت نظرة طفل في اقصى صعيد مصر للعالم. كان كلامها غريب على عيل لسه بيفك الخط، لكن سحر ما مش مفهوم فيها وفي كلامها خلى العيل ده يمسك أول طرف في خيط الخيال ويتلفت حواليه علشان يشوف من أول وجديد الدنيا اللي كلها شبابيك. كان حظي حلو، قابلت اللي غنى شبابيك، لكن فضلت فرصة مقابلة اللي كتبها ضعيفة بتروح وتيجي. بالوقت كانت صورة الشاعر مجدي نجيب بتتبروز في وجداني الواحد، رسائله القديمة الجديدة لم تتوقف لحظة عبر أصوات قريبة جدا من الواحد، من منير لشادية لعبد الحليم لفايزة. الفنان التشكيلي اللي حول الكلام لصور، ومن هنا جات المتعة، متعة إنك تقف قدام اللي كاتبه تتأمله كأنه لوحة. كلمات مجدي نجيب ينطبق عليها دايما أفضل تعريف للشعر، اللي بيقول إن الشعر الحقيقي هو كلام اللي ما تقالش فيه أكتر من اللي تقال. أخيرا وصلت لمجدي نجيب، في الطريق ليه كان كلامه بيزن في دماغي،